لزوم 73 مواصلين معكم حتى نص النهار. كنا نحكي قبيلة شوية مع سي قاسم الزمني رئيس الاتحاد الجهوي للشغل بسوسة، كان نحكي لنا على أنه حاليا يتم صياغة بيان للمطالبة بالحجر الصحي الشامل في ولاية سوسة. شنو رأي لوتيكا باش نعرفوه توت سويت في أخبار الساحل. أخبار الساحل في زوم 73. سي علي بن يحيى رئيس المكتب الجهوي لاتحاد الصناعة والتجارة والصناعة التقليدية، صباح الخير ومرحبا. مرحبا، نهارك طيب. نهارك مبروك سي علي. نبداو الساعة أولا من تصريح توت سويت، كان معنا سي قاسم الزمني وكان صرح لزوم 73 على المطالبة، مطالبة الاتحاد بحجر صحي شامل. شنو رأيكم أنتم في المطلب هذا يا سي علي؟ هذا معناه كان احنا توا في البيان بتاعنا حاطين الحجر الصحي الشامل، يعني معناها يتسمم يمشي نحو افلاس المؤسسات. يعني معناها المؤسسات هي توا حايلين الديمومه بتاع المؤسسه ما رجعتش كالعاده بعد ثلاث شهور اللي معناها وقفت البلاد وعملوا الحجر الصحي الشامل. احنا شو نقولوا؟ نقولوا معناها تطبيق القانون بحذافيره وبسراب. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه، إذا كان نحن معناها مش نجي نقول واحنا الحجر الصحي شامل، باش تولي زحمة على الكوشة، زحمة على المواد الغذائية، وزحمة على وعلى وعلى، وزيد احنا عندنا معناها التونسي معناها اقتصاديا في تونس معناها اقتصاد هش ماهوش مع الدولة معناها الإمكانيات ضعيفة، ما تنجمش توفق ما بين العمال اللي يكونوا معناها مش يقع تسريحهم في الكونفينمون هذا، او مثلا العمال هكلي معناها يخدموا اجور لجور كما معناها القهوجيه، كيف الشوفار بتاع التاكسي، كيف الحظاير، عندنا عده قطاعات معناها يخدموا اجور لجور، يعني خدم خلص ما خدمش ما خلصش. دونك احنا باش نزيدوا في الطين بله، يعني معناها ما احنا نجيو نصلحوا حاجه نعدموا حاجه اخرى. الناس الواحد انا شو نقول هذه مسؤوليه مشتركه. مش الدوله وحدها وماهوش معناها المسؤول وحده، يلزم الناس الكل ترد بالها على ارواحها، يرد باله على حياته هذا يابريتو، ورد باله على حياه غيره، والانسان كي يرد باله على حياته هو راهو رد باله على حياه صغاره وعلى حياه عائلته وعلى حياه بلاده. بلاده هاك الشعب هكايا هاك الناس اللي تخدم ولا تسترزق، إذا كان معناها مش نجيو نوقفوا البلاد مرة أخرى، راهي البلاد ما عادش تقاوم. اقتصاد تعب برشا، اقتصاد تعب ياسر، والدليل على ذلك هذا الكوفيد اللي معاملينه معناها القروض اللي معاملينها ضمن كوفيد 19. سي علي، نقعدوا في قرار تعليق الدروس اللي تم اتخاذه البارح على مستوى ولاية سوسة. أنتم اليوم قبيلة شوية، لو تسمح سي علي جوست باش نسألك وبعديك وضح لي اللي صار. أنتم قبيلة شوية كان فما احتجاج من أصحاب المؤسسات التربوية الخاصة ورياض الأطفال ومحاضن الأطفال وهيكل التكوين المهني والغرف اللي تمثلهم قدام لوتيكا، على خاطر القرار هذا يضر بهم اقتصاديا، تعليق دروس 15 يوم. وضح لي توا اللي صار. تو انت معناها كي وقفت الدروس نتاع سوسه ولايه سوسه مده 15 يوم، ان شاء الله ما تزيدش. على 15 يوم هذو الوحيده الولايه في كامل الجمهوريه كي فما معناها كونكور ناسيونال ويكون فما شابيتر قراوه هكا يتحط في الكونكور، ولادنا شو يعملوا وقتها؟ ما يجاوبوش عليها لخاطر هو ما قراش. هذه نقطه. يقولوا لي نهار الجلسة أمس كي عملنا الجلسة كونوا معناها ولاية سوسة معناها الأساتذة باش يقراوا في السلاعات. طيب قلت لهم مثالش قول نعلق الدروس وملحوظة من اللوطة كونوا معناها اللي في العطلة راهو معناها باش يقراوا دروس تدارك عند معناها هذوما معناها هكا تولي معناتها ماهوش واضح القرار. انت حسب رايك سي علي القرار ماهوش واضح على خاطر غدوا يعني الصغار مش يضيعوا. هذه حاجه. النقطه الثالثه، كي انت تسكر معناها الروضات وتسكر معناها الكراش هذوما الكل، الموظفين كمان مش يحطوا صغارهم، مش يحطوهم في الديار ومش يحطوهم للعشوائي. احنا توا بطريقه اخرى قاعدين نشجعوا في العشوائي، كما هك المراه اللي معناها لاهيه بالصغار عشوائي واعطيتهم دويات باش يرقدوا الصغار وفي الاخر الطفل الاعمى طلع.
معناها مرض ومشكل كبير. هذا الموضوع كنا تناولناه في زوم 73 كان حكي لنا بولوليد على لسان احنا توا بطريقه او باخرى قاعدين العشوائي نشجعوا فيه باش يخدم هذه. وبالنسبه للمؤسسات الخاصه هو 6 ولا 7 شهور ما خدمش والشهر الكل معناها قاعد يخلص فيه السينسات ولا ولا والقباضه والستاج والكراه والشارج كامل. وبعد تجي تقول له اقف ما يخدمش وزيد زياده بعد شكون يتحمل المسؤوليه نتاع دروس التدارك نتاع اولادهم الناس؟ اذا كان معناها احنا ما يبداش فما معناها نوار سير بلون مكتوب يقول في الصلاعات مش نخدمه يلزم اتفاقيه مع اتحاد الشغل خاطر الاساتذه يقول لك لا احنا معناها كي مش يخدم مش يخدم ولايه سوسه برك على كامل تراب الجمهوريه. القرار جهوي هو سعدي هو القرار جهوي هم كان ولايه سوسه نقابات سوسه مؤسسه تربويه في سوسه على خاطر الحاج القرار تاع الشغل مثلا مش يمشيو فيه البرنامج هذا برنامج انهم يقريو في الصلاعات هكا بيسير مالا سي علي انتم اليوم المؤسسات الاقتصاديه في سوسه قاعده كما قلت قبيل انت ما عادش تنجم تتحمل حجر صحي شامل ولا تتحمل قرار تعليق الدروس فيما يخص المؤسسات اللي المؤسسات التربويه الخاصه وغيره. انتم اليوم في المنظورين نتاعكم كيفاش تنجموا معناتها تقنعوهم بانه لازم يتحملوا شويه هضر في الاقتصادي صعيب ما يتمش تسريح العمال على خاطر تعرف انت اذا كان المؤسسه تضرب اقتصاديا راه اول ضحيه باش يكون العامل اللي فيها ولا وتسريح اللي صار في الكونفينمون الاولاني مازلنا حتى اليوم قاعدين نعانيو منه. ولا احنا قاعدين نعانيو من زيد معاناته. فما مؤسسات فلست على خاطر زيرو شيفر دافير دي بوان دي في فينانس زيرو شيفر دافير وانت عندك دي زونجاجمون على خاطر معناها بالنسبه احنا المؤسسات صغرى ومتوسطه ما هيش عندنا مؤسسات الكبرى تتعدى على الصوابع. اي انكور المؤسسات الكبرى ما عندهاش اكسبورتاسيون ما عندهاش قاعده تخدم معناها اون بلان كما قبل. انا عملنا زياره مع السيد الوالي وشافت بعينيها كم فما مؤسسات تخدم في 40-50% دي سون كاباسيتي فهمتني ولا لا؟ دونك هنا كيفاش نعمل؟ اذا كان ما نهزوش بعضنا راهي مسؤوليه مشتركه مش تجي تعمل كونفينمون وكا وشحال درتوا انت كونفينمون؟ عندك باش تخلص المؤسسات وتخلص العماله عنده 200 دينار ما خذوهمش عديت التو معناها بارشا اللي ما خذوهمش. دونك الوضع الاقتصادي في الجهه لا يتحمل حجر صحي شامل للجهه. سوسه قطب اقتصادي وهذا طرف من الدوله لازم توريزم معناها شوف قداش من عمال البرة ما يخدموش وشوف معناها شنو صعب. لازم معناها احنا تو المؤسسات الاقتصاديه نزيدوا نعملوا لها كونفينمون باهي والتصدير كيفاش باش تعمل؟ كي انت باش توقف المعامل والمصانع كيفاش باش تعمل؟ يعني معناها نزيدوا نوقفوا التصدير وضع اقتصادي الحقيقه صعيب. احنا تو كي نقولوا كلام يلزم نكونوا معناها نشوفوا التبعيات بتاعه شنو الامباكت اللي معناها على هكا الحاجه هذيك؟ القرارات ما تنجمش تكون معناتها متسرعه على خاطر اليوم بالحق وضعيه اقتصاديه صعيبه على العمال وعلى المؤسسات الاقتصاديه. على البلاد كامله مش كان على سوسه برك على البلاد على تونس برك بحيث احنا نطبق القانون. الاحترام احترام البروتوكول الصحي ومعاقبه المخالفين. فرنسا شبيها ما سكرتش. ها بلدان احنا تو نتحدثوا ها بلدان مجاوره. واحنا بلاد ضعيفة راهو يلزمنا نهزوا بعض ونعاونوا بعض الناس كل والمجتمع مع المدنية يقف مع الناس كل باهي المرة الأخرى أنت معناها لقاو من المعامل عطات باش معناها وكلت العباد من سميد وفارينة و و و وفما ناس وتبرعات وناس كل حتى تزيد. أما تو المؤسسات تعبت منين شكون مش يعطيك؟ شكرا ليك علي شكرا ليك سي علي بن يحيى. هذا مشكل كبير باهي تعمل كونفينمون باهي تنحي الوباء ومن غادي معناها يقول لك يا فاتك الشارع اعطيني باش ناكله. وضعية اقتصادية صعيبة وما تحملهاش المؤسسات ولا عمال. شكرا لك علي بن يحيى رئيس الاتحاد الصناعة والتجارة والصناعة التقليدية المكتب الجهوي بسوسة. للأسف لضيق الوقت باش نمشي والمنستير اليوم في خبر عاجل في المنستير نقابات التعليم تطالب بتعليق الدروس تفاصيل نعرفوها بعد شوية قدوا معنا ما تبدوش الموجة.